رحلة البحث عن أفضل لاعب بعد مكملة بمصر، لكن إقناع لجنة الحكم هالسنة مهمة مش سهلة أبداً. كل واحد من المشتركين بيعتبر عنده نقطة قوة رح تخليه يتميز عن كل الأعداد الموجودة على الملعب. أنا بهتم بشكل خارجي في منظري في الملعب. أنا موهبة كويسة. أنا رونالدو القادم. اسمي علي محمد محمد. محمد أشرف محمد رمضان. اسمي مينا رونالدو الهرم. شغال ديليفري في سوبر ماركت. صحابي طبعا كلموني وقالوا لي تيجي فيكتوري. تشبه رونالدو باللعب؟ كتير. انا في شعري ساعات بغيره وبقصره وبطوله عشان الناس بتشوفني في الملعب مميز، يعني مثلا بجيبه على جنب برجعه لورا بخليه طويل، بيكون كده شكل من الملعب مميز. يعني انت ليه قصه كتير قوي كده؟ شعره طويل قوي زاد عن اللزوم مثلا، الراجل ده شعره حلو بس متكتر مثلا تثبيت الشعر، لو جابه على جنب يعني كده شويه. ده لا ده شويه. انا واثق من نفسي كتير وحاسس ان المستوى اللي موجود يعني انا افضلهم ان شاء الله. واثق من نفسي، انا رونالدو القادم. لانه ثقه المشتركين بنفسهم كانت مش قليله ابدا. طبعا كابتن سرجاد وطبعا محمد كان عنده جواب واحد على كل الاسئله. طبعا 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 هو طبعا بالنسبة لكابتن سلجادو، لكن الاختبار الأول هو المؤشر الوحيد يلي رح يبرهن إذا ثقة المشتركين بمحلها. طبعا تكنيك نو نو تكنيك نوت جود. طبعا طلع زعلان وكده، بس ربنا كبير يعني ان شاء الله السنه الجايه احقق حاجه يعني. حلو. Yes, well done. That's a pass. That's a good pass. Yes. مبسوط. This one is good. Compared to the rest of the guys, he's in control of the ball. Okay. الاختبار الاولاني كان سهل جدا. التمرين الثاني ربنا وفق ان شاء الله. اوكي مبروك شباب. كان اختيار صعب. So you cannot let us down right now. Quick. No. The player who looks like Marcelo. Yes, really good player. Yeah. مينا is a special guy, really tricky guy. من الواضح إنه مينا ومحمد نالوا إعجاب لجنة الحكم. ولان. لكن ما في شيء بأكد إذا رح يختارون للمرحلة المقبلة. اللاعبين اللي رح يتم اختيارهم هلا هن 161. الحمد لله طبعا على ادائي كان ممتاز، وانا الحمد لله واثق من نفسي. اخر اثنين شباب 1486. كنت خايف فلما قالي الاسم فرحت، عملت رياكشن من الفرحه.